السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين متابعي قناه اطفالي في كي جي، اهلا وسهلا بيكم، دايما منورينا. والناس اللي بتشوفنا لاول مره يا ريت ما تنسوش تدوسوا على كلمه سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هي القناه بكل بساطه بتساعد في تاسيس الاطفال بطريقه صح وبطريقه سهله وبسيطه، فيا ريت تتابعونا وما تنسوش في الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. يلا نشوف النهارده كده مع بعض هناخد ايه. النهارده هناخد لغه عربيه، لغة عربية يعني هناخد عربي ألف باء تاء ساء. تعالوا كده حبايبي نشوف مع بعض احنا كده هناخد ايه النهاردة. النهاردة هناخد حرف خاء، حرف خاء، حرف خاء. فاكرين يا حبايبي يا حلوين حرف خاء؟ حرف خاء دوت كده عنده اخوات. يلا نشوف كده حكاية حرف خاء النهاردة معانا ايه. كان يا مكان كان في تلاتة اخوات. التلاتة الاخوات دولت شبه بعض بالظبط. شبه بعض بالظبط ازاي يا ميس؟ اهم التلاتة الاخوات دولت كان في فرق بسيط جدا بينهم، هما عاملين زي التوأم بالظبط. واحد على طول على طول جعان وعايز ياكل دايما، وبطنه على طول فيها اكل. الحرف دوت كان اسمه حرف جيم. اهي بطنه اهي على طول مليانة ولازم لازم يكون فيها ايه؟ يكون فيها اكل، على طول على طول جعان. يبقى كان في حرف جيم كان على طول ايه؟ على طول جعان. وكان كمان في حرف حاء. بس يا حبايبي يا حلوين حرف حاء دوت كان على طول حافي، حافي ماشي كده لوحده، لا معاه حاجة ولا بيشيل أي حاجة خالص، على طول كده حافي. حرف حاء حافي، لا قدام ولا فوقي نقطة ولا في بطنه نقطة، هو فاضي، هو حق لوحده بس كده حافي، ماشي حافي. يبقى جيم جعان، جيم جعان، على طول في بطنه نقطة، وحاء حافي ماشي كده من غير نقط ولا أي حاجة. اخوهم الثالث يا حبايبي يا حلوين كان اسمه خاء. خاء دوت كان على طول شايل نقطه فوق دماغه. يبقى كان في ثلاثة اخوات، واحد على طول جعان وبطنه فيها على طول نقطه، واحد حافي على طول فاضي ما عندوش اي حاجه، مفيش نقطه هنا ولا نقطه هنا، بس ثالث واحد كان اسمه حرف ايه؟ اسمه حرف خاء، حرف خاء، جيم حاء خاء. طب يلا يا حبايبي يا حلوين كده نشوف حرف خاء النهارده معانا، هنتكلم عنه بالتفصيل ونشوف بيتكتب ازاي. بصوا يا حبايبي يا حلوين، طبعا احنا عارفين كراسة العربي زي ما اتفقنا مسطره ازاي، مسطره خطوط واسعه، خط واسع كده وخط واسع كده. طب تعالوا نشوف كده حرف خاء بيتكتب ازاي. انا عندي حرف خاء يا حبايبي، خاء بيتكتب ازاي؟ عندي بعمل شرطه كده على السطر، اهي شرطه كده على السطر ماشي. الشرطه ديت من على السطر كده هقوم عامل لها بطني كده تحتيها، واطلع فوق هنا احط نقطه، يبقى دوت اسمه حرف ايه؟ حرف خاء. نعيدها تاني حبايبي يا حلوين، انا عندي السطر بتاعي اهو اوكي، هعمل ايه؟ هعمل كده سنه كده، سنة اهي كده عشان يبقى خطه حلو بقى، سنة كده وانزل بشرطة كده اوكي، واقوم عامل ايه؟ عامل لها بطن كبيرة، يبقى ده كده اهو. طيب لحط نقطة هنا فوق راسه، يبقى حرف خاء دايما حاطط نقطة فوق راسه اوكي، يبقى دوت حرف خاء. طب يا ميس يا ميس ينفع اعمل حرف خاء بالشكل ده؟ ينفع اعمله كده؟ لا يا حبايبي يا حلوين. طب يا ميس يا ميس ينفع اعمله كده؟ ايه كده وحش خالص تحت السطر، ينفع كده؟ ينفع خطنا يبقى وحش كده؟ لا طبعا كده مش حلو. طب يا ميس يا ميس ينفع اعمله كده من غير كده، من غير نقطه كمان، يعني اعمله شكله كده من غير نقطه؟ لا كده طبعا وحش خالص، وكده وحش خالص، وكده وحش خالص. حرف خاء يا حبايبي اهو، هعمل شرطه كده وبعدين عندها بطن، واحط النقطه بتاعته فوق راسه،
لازم حرف خاء النقطة بتاعته دايما دايما تيجي فين؟ تيجي فوق راسه، ما ينفعش ابدا ابدا اسيبه من غير النقطة بتاعته. حرف خاء دايما شايل كده نقطة فوق مين؟ فوق دماغه. طب يلا كده نشوف مع بعض حرف خاء كده الاماكن بتاعته فين. بصوا حبايبي، انا عندي كده لو انا واقف في اوضه هنا اهي، انا كده واقف في الاوضه، انا الميس واقفه في الاوضه. انا كده لو وقفت هنا في الحته دي هيبقى اسمي، هيبقى اسمي الميس ولا هيبقى اسمي حاجه تانية؟ لا طبعا هيبقى اسمي ميس، صح حبايبي؟ طيب لو انا جيت وقفت في نص الاوضه هنا، انا كده واقفه في نص الاوضه اهو، هيبقى اسمي ميس ولا اسمي حاجه تانية؟ برضه هيبقى اسمي الميس. طب انا لو وقفت في اخر الاوضه هنا هيفضل اسمي الميس ولا اسمي هيتغير؟ طبعا هيفضل اسمي الميس. يبقى انا دايما انا كده اسمي الميس. لو انا كده وقفت في الاول الاوضه او في نص الاوضه او في اخر الاوضه هيفضل اسمي زي ما هو. اسمي هيتغير يا حبايبي؟ لا طبعا طبعا مش هيتغير، هيفضل اسمي زي ما هو. طيب تعالوا معايا كده نشوف، انت مثلا اسمك احمد او محمد او جنى او مريم او هنا او سما، اي حاجه ليك اي اسم. انت كده يا جنى لو وقفتي في اول الاوضه، انت واقفه في اول الاوضه هنا اهو، هيفضل اسمك جنى ولا اسمك هيتغير؟ طبعا هيفضل اسمك جنى. طب انت لو اسمك محمد وقفت هنا هيبقى اسمك محمد ولا اسمك هيتغير؟ هيفضل اسمك محمد. طب لو جيت هنا في النص اسمك برضه هيفضل جنى ولا هيتغير؟ طبعا هيفضل جنى. طب اسمك لو انت كده وقفتي في اخر الاوضه هنا اسمك هيفضل جنى ولا هيتغير؟ برضه هيفضل جنى، صح؟ يبقى انا كده عندي الاوضه ليها تلات اماكن، اول الاوضه، في نص الاوضه، في اخر الاوضه. لو انا وقفت في اي حته من الحتت دي اسمي هيفضل زي ما هو ومش هيتغير ابدا ابدا ابدا. حرف اي حرف يا حبايبي برضو بيبقى ليه تلات اماكن بيجي فيها، في اول الكلمه وفي نص الكلمه وفي اخر الكلمه. هنا اي كلمه بتتكون من تلات حاجات، في الاول وفي النص وفي الاخر. طب تعالوا كده نشوف كلمة مثلا جمل، فين أول الكلمة؟ أول الكلمة أهو، ده الأول، ده النص، ده الآخر. طب تعالوا نشوف بقى حرف خاء لما هيجي كده في الأماكن بتاعته هيبقى عامل إزاي. بصوا حبايبي، عندي حرف خاء اهو، لما باجي اكتبه بقى كده في الكلمه بيتحول لشكله بالشكل دوت كده. طب انا عندي على السطر بقى عشان نبقى كده بنكتب على السطر يبقى خطنا حال، انا عندي السطر اهو بتاعي. حرف خاء يا حبايبي يا حلوين لما هاجي اكتبه على السطر اهو، هعمل سنه كده، هعمل سنه كده واقوم عامله له ايه؟ شرطه كده كده كده. يبقى انا عملت ايه اهو تاني، عملت كده وعملت كده كده كده، ده كده خاء. طب يا ميس ينفع اعمله كده؟ لا يا حبايبي يا حلمي، احنا ماشيين على السطر بس طبعا نسينا النقطه بتاعتنا، ماشيين بالظبط على السطر، لازم كده امشي بطريقه كويسه عشان خطي يبقى جميل جدا جدا، واي حد يشوف خطي الجميل يقول ده انت ممتاز وخطك جميل. طب يبقى انا كده هشوف حرف خاء. حرف خاء بيجي في ثلاث اماكن، ايه هما؟ اول الكلمه، وسط الكلمه، واخر الكلمه. طب في اول الكلمه حبايبي حرف خاء هيعمل ايه؟ هيفرد دراعه اليمين ده كده عشان ايه؟ يمسك في الحروف اللي جايه بعديه، زي كلمه خبز، كلمة خبز. حرف خاء فين يا حبايبي؟ خليه بلون تاني اهو، خبز. طيب حرف خاء لو جه في نص الكلمة زي كلمة ايه؟ يخرج.
يخرج. برضو نخلي حرف خاء، خلينا نخلي حرف خاء بحرف بتاع بلون تاني. يخرج. طيب في اخر الكلمة زي كلمة ايه؟ زي كلمة ايه؟ زي كلمة بطيخ. بطيخ. بصوا بقى حبايبي كده معايا اللي حصل. انا عندي هنا في اول الكلمة هنا فين حرف خاء؟ بصوا معايا كده، حرف خاء اهو في اول الكلمة عمل ايه؟ اتفقنا انه فرد دراعه اليمين. طب بصوا معايا كده، الكلمة اهي اول الكلمة، وسط الكلمة، اخر الكلمة، فين حرف خاء هنا يا حبايبي؟ اهو. يبقى هو هنا جه فين؟ جه في الاول. فين؟ في الاول، يبقى في اول الكلمة. طيب حرف خاء هنا في نص الكلمة، صح؟ عمل ايه؟ فرد دراعه الاتنين، صح؟ دراعته الاتنين اهي. طب بصوا معايا كده، حرف خاء اهو فرد دراعه ده اهو ودراعه ده اهو، خليها بلون تاني اهو، فرد دراعه ده اهو ودراعه دوت اهو. فين حرف خاء اهو؟ جه فين؟ في نص الكلمة، فرد دراعه ده وفرد دراعه ده. ليه؟ عشان يمسك في الحروف اللي جاية قبليه والحروف اللي جاية بعديه عشان يعملوا لنا كلمة. طب حرف خاء يا حبايبي جه في اخر الكلمة، بقى شكله عامل ازاي؟ اهو شكله زي ما هو، زي ما احنا بنكتبه لوحده، بس فرد دراعه اليمين هنا، سوري، حرف خاء لما بيجي في اول الكلمة بيفرد دراعه الشمال، انما لما بيجي في اخر الكلمة بيفرد دراعه مين؟ بيفرد دراعه اليمين، عشان يمسك في الحروف مين؟ في الحروف اللي جاية قبليه. طب يلا نشوف كده مع بعض هنا في الكلمة دي، كلمة بطيخ. بطيخ حرف خاء فين؟ اهو حرف خاء اهو، عمل ايه يا حبايبي؟ فرد دراعه عشان ايه؟ عشان يمسك في الحروف اللي جاية قبليه. طب يلا نشوف كده تمارين على حرف خاء. اهو يا حبايبي هنا بيقول لك ايه؟ اعرف اسم الحرف، تعرف على اسم حرف خاء واشكاله. اهو يا حبايبي حرف خاء اهو، صح؟ طيب بيقول لك حرف خاء هنا اهي في الكلمة دي كده، شكله هو فين؟ في اول الكلمة، صح؟ طب هنا شكله هو فين؟ في وسط الكلمة. بصوا حبايبي كده، حرف خاء اهو ده كده، لو خاء لو هكتبه لوحده. طيب لو هكتبه في اول الكلمة هيبقى ايه؟ فرد دراعه الشمال اهو. طب في وسط الكلمة اهو فارد دراعاته الاتنين. طب في اخر الكلمة فارد دراعه اليمين بس. طب يلا نشوف كده زي كلمة خضراء، زي كلمة اختي، نشوف كده الكلمات اللي فيها حرف خاء، زي كلمة ايه؟ بطيخ، زي كلمة صرخة، زي كلمة ايه تاني؟ بيقول لك هنا حط خط تحت الكلمة اللي فيها حرف خاء. في كلمة خضراء فيها كده حرف خاء؟ ايوه طبعا اهوت يا مس، خاء اهوت في ايه نقطة. طب كلمة اختي فيها خاء؟ ايوه طبعا. طب كلمة جزر، بصوا معايا كده، انا كده الحرف ده تحتيه نقطة. طب احنا الخاء يا حبايبي فوقيها نقطة ولا تحتيها نقطة؟ النقطة بتبقى فوقيها، يبقى كلمة جزر ما فيهاش جزرو، ديت جزرو، سوري ديت جزرو، كلمة جزرو ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش خاء. طب كلمة خيارو فيها خاء؟ ايوة يا ميس اهو. طيب الهومورك بتاعنا حبايبي هنعمل ايه؟ هنكتب حرف خاء بالحركات بتاعته بالاشكال بتاعته. ممكن كده ناخد ورقة زي ديت نديها الولاد بتاع التلوين، خبزه
طيب الهومورك بقى عشان نكتبه عشان نبقى شاطرين ومأمورين، ان احنا هنكتب حرف خاء. خاء اهوت في اشكاله، اول الكلمه، وسط الكلمه، اخر الكلمه. كده احنا خلصنا النهارده حرف خاء دوت، كده هيبقى كويس خالص للمبتدئين، الناس المبتدئين هيبقى دوت كويس ليهم. وان شاء الله عشان تكملوا الحركات القصيره والطويله ويبقى في تمارين تانية هتلاقوها ان شاء الله في فيديو تاني، تابعونا عشان تشوفوا الفيديو التاني بتاعنا. ولو كان الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو في النهايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا ريت تشوفوا الوصف بتاع الفيديوهات اللي بتبقى موجوده في اللينك بتاع الفيديو، هتعجبكم جدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.